أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مانشيت اقتصادي، والذي نسلط الضوء من خلاله على أبرز القضايا الاقتصادية على الساحة. حلقة الليلة نناقش فيها مصنعية الذهب ومدى تأثرها بالأسعار، وأهم القرارات التي اتخذت بهذا الشأن من قبل وزارة التجارة والصناعة. مشاهدينا الكرام، وزارة التجارة والصناعة أصدرت مؤخرا قرارا يلزم أصحاب محلات الذهب والمعادن الثمينة بإعلان أسعار مصنعية المشغولات في محلاتهم، وذلك لتنظيم السوق المحلي وحماية المستهلك. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. جهود وزارة التجارة والصناعة لتنظيم السوق المحلي وحماية المستهلك، أصدرت قرارا وزاريا يحمل رقم 283 لسنة 2019، يلزم تجار المعادن الثمينة بإعلان أسعار مصنعية المشغولات في محلاتهم، بوضع قائمة متضمنة بيان أسعار المصنعية للمشغولات الثمينة شامل المشغولات الفضية أو البلاتينية في مكان ظاهر وبارز في محل تجارتهم. سياسات تشريعية متبعة من قبل وزارة التجارة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية من خلال القرار الصادر، والذي شدد بدوره على أن كل من يخالف هذا الالتزام يتعرض للإجراءات القانونية المقررة في شأن مخالفة أحكام القوانين المنظمة لتجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وغير ذلك من القوانين المعمول بها. السجل الإلكتروني الذي فرض مؤخرا تطلب قاعدة بيانات من قبل المحال التجارية المهتمة بشأن المصوغات الذهبية، ويحتوي على كافة البيانات المتعلقة بالسلعة كسعر المصنعية. الأول من يناير القادم هو موعد لتطبيق القرار المتعلق بالسجل الإلكتروني، والذي تقوم فكرته على الكشف بالتفصيل عن أسماء عملاء الشركات وحركة مبيعات كل عميل وحجم مشترياته وعدد المرات التي اشترى منها، مع توضيح الكميات التي حصل عليها، وبالطبع إلزامه بالتوقيع على إقرار اعرف عميلك الذي يتعين خلال توضيح مصدر الأموال. إن تحرك الوزارة في هذا الخصوص يواكب الإجراءات العالمية والمحلية التي تنظم عمليات مكافحة منع غسل الأموال، كما أنها ستربط اعتماد السجل الإلكتروني بتجديد تراخيص محل الذهب، إذ أنه في حال لم يستجب أي محل لهذه التعليمات لن يجدد له الترخيص التجاري. هذا ويوضح السجل الإلكتروني مشتريات وهويات المتعاملين بالمعادن الثمينة، خصوصا أن تطبيق هذا الإجراء يتطلب زيادة عدد مرات التدقيق التي تجريها المحال على بيانات عملائها، ما يساعد الجهات الرقابية في تتبع سلامة العمليات التي يتم إجراؤها والتأكد من اتساقها مع هوية المتعامل الحقيقي وملاءته المالية الحقيقية. وينضم إلينا في الاستديو الأستاذ محمد العنزي، الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة. مساك الله بخير أستاذنا الكريم. مساك الله بخير. لا شك أن موضوعنا اليوم جدا يعني شيق، لأن فترة أعياد وفترة يعني اللي يكون فيها الشخص يعني متجه إلى سوق الذهب، ولكن صارت تغييرات وصارت يعني بعض الأمور اللي حابين نتكلم عنها اليوم. لكن في قرار مؤخرا صدر من وزارة التجارة فيما يخص تحديد مصنعية الذهب، يلا تكلمنا عنه حتى نتدرج معاك ونوضح الصورة بشكل أكبر. نعم، رحب فيكم ورحب بالأخوة المشاهدين. أول شيء، وزارة التجارة لما يمكن كان أهم أهدافه هو حماية المستهلك. نعم. ومعالي وزير التجارة السيد خالد روضان يمكن كان توجيهاته واضحة، أن المستهلك يجب حمايته بجميع السبل والطرق القانونية. لما صدر هذا القرار، هو صدر بعد الرجوع ودراسة السوق، لاحظنا كوزارة التجارة أن هناك قلة وعي من بعض المستهلكين. شلون؟
ما مو من النوع اللي يقدر يسأل عن كل التفاصيل صح. قبل لا يشتري، وبالتالي لابد من بعض هالقرارات اللي تحيي السوق وتحيي الوعي لدى المستهلك. ممتاز، هذا هدفنا الأول. الهدف الثاني هو تنظيم السوق. تنظيم السوق لاحظنا أن بعض التجار للأسف يغيب المعلومة عن المستهلك أيا كان، أو لا تكون لديه واضح. لجأنا إلى، درسنا الموضوع قانونيا، فبالتالي أصدرنا القرار الوزاري رقم 283/2019 بخصوص تحديد مصنعية أولا الذهب والمعادن الثمينة الأخرى. تمام. إحنا عندنا حسب القانون ثلاث معادن ثمينة، هي الذهب والفضة والبلاتين حسب القانون. صدرت حاليا اللغط اللي صاير بالسوق الذهب، بس تكلمت عن الذهب، طيب والفضة والمجوهرات؟ هذا راح يجي للمعادن الأخرى، لكن أنا يهمني صدر القرار يعني لما صدر هذا القرار. نعم. صار مثل الوعي، وهناك انتباه أيضا من أغلب التجار للأمانة، يعني الكل عدل وبما يتوافق مع القوانين الكويتية. تمام. القانون الكويتي، قانون حماية المستهلك، وقانون المعادن الثمينة، وقانون الإشراف على التجار بالسلع، هذه كلها قوانين تلزم التاجر بالإعلان عن السلع. تمام. عن السعر. تمام. أنا ومواصفات السلع. أنا ودي لو تعطيني مثال، يعني كان التاجر قبل مثلا على سبيل المثال الفترة السابقة كان يقوم بواحد اثنين ثلاثة، الآن مع القانون أصبح واحد اثنين ثلاثة. أي اللي في السابق كان أغلب المحلات كانوا يحطون سعر وزن المشغول فقط. على القطع. على القطع. بدون لا يعلن عن مصنعيته. وبالتالي هذه كانت أكبر ثغرة يواجهها المستهلك، المستهلك يعاني منها، ما يدري صح. كم مصنعية المشغول. حاليا لا، يجب أن يعلن عن الوزن والعيار والمصنعية للجرام. تمام. وبالتالي احنا نكون المواطن ما يحتاج أن يكلم التاجر أو البائع، موجود البيان أمامه في الملصق أو معلن حسب القرار الوزاري. ونحن نفضل الملصق، الملصق يعطيك تفاصيل أكثر. تمام. الملصق وين يكون يعني؟ يكون على المشغول. على المشغول نفسه. على المشغول. الملصق يفترض أن يتضمن الرقم التسلسلي للسلعة ونوع المشغول عياره والمصنعية. المصنعية. بلد المنشأ يكون حسب القوانين الكويتية مختوم على المشغول الثمين. تمام. طيب، وبالنسبة لتحديد مصنعية الذهب، خصوصا أن هناك يعني أكثر من دولة تقوم بتصنيع الذهب وتصيغ الذهب يعني في هذا، فكيف يعني يتم من قبلكم تحديده وتسعيره، أو يعني يكون تحت المجهر بالنسبة للوزارة؟ وزارة التجارة لم تحدد سعر مصنعية، وزارة التجارة ألزمت التاجر بالإعلان عن المصنعية، وبالتالي هو يحط المصنعية اللي يحددها كيف حر، ولكن حسب القانون يجب أن يعلن عن السعر، يعلن عن سعر الخدمة التي يقدمها، سعر السلعة التي يبيعها. نعم. وبالتالي وزارة التجارة أؤكد أن لم نعلن عن سعر أو لم نحدد عن سعر مصنعية، هي رسالة للمستهلكين وللتجار، لم نحدد سعر مصنعية. تمام. أن وزارة التجارة أبلغت التاجر وألزمت التاجر بموجب القوانين الكويتية بالإعلان عن سعره. عن سعره فقط. طيب، أنت عارف أن هناك يعني أسعار الذهب ما بين صعود وهبوط. هل المصنعية تتأثر بهذا الارتفاع والهبوط؟ يفترض لا. يفترض لا. أنت نحن نتكلم عن بالمشغول، هناك سعر للجرام. نعم. والجرام متحرك. الذهب صح. كمعدن ثمين، ولكن المصنعية لا يفترض أنها تتغير. إذا ارتفعت المصنعية حاليا وجدنا عدة مخالفات وتم تحرير عدة مخالفات، رفع مصطنع صار رفع مصطنع. ما هو المقصود بالرفع المصطنع؟ يعني التاجر استغلال وضع السعر اللي هو لا 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 يحط السعر كيف، ولكن عندما يكون عندي اليوم سعر دينار ثاني يوم دينارين بدون أي سبب، استغلالا لوضع غير طبيعي، رفع أسعار، وهني رفع مصطنع. هذا حسب القانون 10 لسنة 79 بشأن الإشراف على التجارة بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية، منع هذا وجرمها. حاليا أنت كنت مصنعيتك دينار، مثال أنا أتكلم عن المثال، مصنعية دينار، بعد صدور القرار رفعت المصنعية إلى 3 دنانير، هني تكون أنت دخلت أو وقعت تحت طائلة القانون. نعم. طيب، الآن أنت شايف أن مثلا في الفترة اللي فاتت
أن الأسواق تتأثر بالقرارات سواء السياسية أو الاقتصادية أو غيرها، أسعار الفائدة، الأمور الجيوسياسية، كيف هذا القرار بالنسبة لكم الآن؟ وإحنا عارفين شوي نوعا ما السوق الكويتي نشط من ناحية الذهب والمعادن الثمينة والمعادن الأخرى، هذا القرار كيف سيغير أو يؤثر سلبا أم إيجابا على أسعار الذهب؟ شوف، من أهم المقومات التي تقوم فيها الأسواق هي ثقة المستهلكين. نعم. وما تكون هناك ثقة مستهلكين إلا لما تكون هناك قوانين وأجراءات واضحة تحمي. نعم. هذا القرار، السوق الكويتي معروف على مستوى المنطقة سوق موثوق، الذهب الكويتي يعتبر الأعلى قيمة. جميل. بين 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 الأسواق الأخرى، موثوق في دول مجاورة يعلنون إعلان واضح لدي ذهب كويتي. معناته أن يعني يعتبر قيمته مطلوب. نعم. سواء من جودة المشغول نفسه أو من جودة المعدن نفسه. ممتاز. وهذا أهم شيء إحنا نحافظ عليه. القرارات الوزارية التي تصدر هي بغرض، أولا لا تصدر بعيدا عن السوق، يستشار فيها أهل السوق أيضا. صح. وهناك طرف آخر هو المستهلكين. نحن مستهلكين ولسنا التجار، وزارة التجارة تمثل المستهلك أمام التجار، تحميه وأيضا تضمن سلامة الممارسة داخل السوق الكويتي. السوق الكويتي موثوق، لذلك نعزز بهذه القرارات ويتم مراجعتها كل فترة وأخرى. مثل هذا القرار هو قرار قديم مع الوزير، طلب تحديث البيانات من ضمن هذا القرار. وهذا القرار أيضا لحقته عدة تعاميم، منها تعميم بالملصق، منها تعميم خاص بالفضة، وتعميم خاص بالمجوهرات، وأيضا هناك تعميم إن شاء الله عن قريب راح يصدر بخصوص البيع بالقطعة. تمام. الآن تكلمنا عن التلاعب، وفي يمكن قد يكون هناك سوء فهم ما بين التاجر والمستهلك، لكن احنا ودنا نعرف كيف يستطيع المستهلك أو المشتري للذهب أن يضمن حقه في حال تلاعب التاجر؟ يعني نعم، أنت يعني هو وعي المستهلك، رقم واحد. أولا يجب أن يتأكد من السلعة المشترى، من ناحية إذا كان المعدن ثمين يتأكد من نوع المعدن وعياره، العيار والوزن، وأيضا المصنعية سعره، هذه كلها يجب أن تكتب بالفاتورة نفسها، ويحتفظ بهذه الفاتورة ويراجع وزارة التجارة خلال خمسة أيام يراجع وزارة التجارة، تتأكد ليحفظونه. كثير من الحالات تعرض أمامنا، وكثير من المحلات نجد أنهم أخطأوا في حق المستهلك، ويتم، إحنا لا نريد الناطر ولكن نريد العنب. العنب هو حماية المستهلك وزيادة وعيه. نعم. تمام. وشايف أن الوعي بدأ يزيد خلال الفترة الأخيرة؟ للأمانة نعم، للأمانة الكل بدأ عندما يدخل المحل يتأكد من وجود لوحة الأسعار، وهي لايف تحديث يومي. نعم. وسعر عالمي. تمام. وبدأوا يتأكدون من وجود الملصق الذي طلبناه، وبدأوا يتأكدون من وجود المصنعية، وبدأ يتأكد أن يدون اسمه ورقمه المدني على الفاتورة. تمام. نعم. ممتاز. يعني هناك في وعي صار أكبر من خلال، يمكن لو شفنا في السنوات الماضية، يمكن نتكلم عن 20 أو 15 سنة ماضية، ما كان في هذا الوعي، كان أشتري الذهب إما للادخار يعني وكسند يعني. الذهب والفضة والبلاتين هي معادن تقيم فيها العملات. صح. وبالتالي يجب أن تحتفظ ما يثبت هذا المعدن من وين شريته، من جودته. نعم. نعم. طيب، هذا احنا تكلمنا في البداية، تكلمت عن الفضة والمعادن الأخرى، ولكن ما فصلنا فيها، ودنا نفصل فيها. يعني ان هذا القرار فيما يخص الذهب، لكن هناك معادن أخرى مثل الفضة والبلاتينيوم، أعتقد اللي موجود عندنا هنا بالكويت، هم لها رواج وهم لها سوق وهم لها يعني أمور كثيرة، أن الأشخاص أو المهتمين والمختصين يحبون مثلا يتداولون فيها أو الاحتفاظ فيها، يعني كشيء. نعم، هو شيء يدخر، لأن نعم. مثل ما قلت لك، هي المعادن اللي تظهر مع، سبحان الله، يعني هي الذهب تظهر معها الثلاث معادن هذه، لا تصهر ويرد لك ذهب. صح. ما يصدق. صح. سبحان الله. صح. قالوها. أيوة. يعني الذهب ما يصدق. الفضة والبلاتين نفس الشيء، هي معادن مرافقة للذهب وتطلع. احنا نتكلم عن الفضة. نعم. الفضة المطلوب من التاجر. هل لها قانون؟ لا، هي معدن ثمين. معدن ثمين. ولكن لكن سعره يختلف، إجراءات تداوله تختلف. الفضة تباع سعر الجرام زائد المصنعية.
يعني عرفت مو على طول توزن على طول يعني سعر الجرام اذا هو 20 جرام ضرب سعر سعر الجرام سعر الجرام خلاص يعني هي تكون بديهية يعني عملية عارفين واهل السوق عارفين واللي يشتري فضة عارف تمام ان الذهب سعر سعر الجرام هو شاملا سعر المصنعي سعر المصنعي اي ما فيه مش منفصل نفس الذهب ليش طيب هذا الامر مو قد يكون يعني يحتاج لتنظيم اكثر لا هي ما تحتاج لأن الفضة سعره رخيص جدا قياسا للذهب والذهب يفصل وتدخل في صناعته معادن اخرى فضه ونحاس فبالتالي انت لما تصنعه وحديد ايضا فانت لما تصنعه يكون مكلف كلفته الفضه كلفته اعلى من سعر الجرام الخاص فيه بينما الذهب العكس سعر الجرام اعلى وسعر المصنعيه اقل طيب هل هناك احصائيه فيما يخص الذهب رسميه من قبل وزارتكم حتى ان نقدر نوضح كم تم بيعه في الفتره اللي فاتت دمغه هو في 2018 نعم الوزاره ختمت او فحصت 38 طن 38 طن هذه نسبه كبيره تعتبر اي زياده عن العام زيادة عن 2017 كان 32 طن تقريبا وحين 38 اي 38 زيادة كبيرة ومقدر السنة هذه ان احنا نزيد نعم. احنا الحين فترة يعتبر ركود نظرا لارتفاع الاسعار لكن في الشهر الماضي كنا 3 طن في شهر يونيو 2 طن شهر 5 مايو 3 طن في شهر 4 3 طن في شهر 3 3 طن في شهر 2 3 طن كنا على معدل عالي جدا نعم. في السابق كنا لا نتجاوز طن ونص الى طنين في احسن الاحوال حاليا الطبيعي ان نتجاوز 3 طن ونص طيب هل هذا لسبب هل من اسباب توسع السوق وتنظيم السوق ورغبه السوق اولا انفتاح السوق على السوق السواق المجاوره نعم. المنتج الكويتي مطلوب ومرغوب تمام وبدات كميات كثير تصدر للدول المجاورة أخبار وزنها ذهب قواكم الله يحفظك الله يحفظك طيب الآن بنتكلم يعني في بعض أحد الأسئلة يقول لك أن هناك الكثير من التجار يقومون بشراء الذهب المستعمل ويقوم بإلغاء المصنعية وأيضا يشتري الذهب وبسعر أقل من السعر المعلن هل هذا قانوني؟ شوف بالنسبة للبيع والشراء هو نفس العملات الذهب والفضة نفس العملات نفس طريقة العملات سعر البيع سعر الشراء تمام هذا موجود يعني ولكن هني المواطن يجب أن ينتبه لما يبيع الذهب يوصل لأفضل سعر أنت كأنك راح تشتري عملات دينار وتبدله مع العملات الأخرى نعم هو أنت سعر بيع وشراء يختلف هناك فرق بسيط جدا لا يتجاوز النص دينار هذا الفرق بس هذا الفرق يعني اي بالجرام بالتالي وبالتالي انت لا يتجاوز ان تتكلم هنا في بعض الاسواق انا اقولها لك هذه رساله للاخوان انتبه في بعض الاسواق تاخذ منك يعني الفرق يكون دينار تجنب هذه الاسواق يعني وهل هذا قانوني قانوني هو انت والمستهلك ونفس العملات هي عمله يعني انا اقول لك ابيعك بالسعر هذا سعري الذهب عمله الذهب عمله الفضه عمله انت وشطارتك في الشراء والبيع واللوحات موجوده بيع سعر بيع وسعر شراء سعر بيع وسعر شراء وهذا موجود في فرق بينهم بسيط جدا في المباركيه مثلا انا اذكر مثال في المباركيه لا يتجاوز 300 فلس فرق بين هذا وفرق بين هذا اي لكن في اسواق خارجيه كانت تتجاوز اعلى وبدانا حاليا احنا نراقب نشدد وهني يبقى وعي مستهلك وزاره التجاره لا تتدخل ولا تسعر انا السعر اللي اضربه مثال ولكن وزارة التجارة لا تتدخل ولا تسعر وزارة التجارة تلزم التاجر بالإعلان عن سعره فقط هذا نعم دور نعم وهني يبقى دور المستهلك وهو أهم دور تمام كل إجراءات وزارة التجارة ستوضع على الرف إذا المستهلك لا يتمتع بالوعي فإذا نعم الوعي مطلوب بالنسبة للمستهلك طيب هل هناك تعرف الآن يمكن انقلبنا إلى موضوع دائما كل شيء أصبح إلكتروني وكل شيء أصبح يعني مسجل توجهات الحكومات وتوجه التجار وتوجه كثير من المؤسسات نحو موضوع تكون هناك حكومة إلكترونية والتجارة الإلكترونية وغيرها بالنسبة للذهب هل ممكن هل لكم يعني
قسم خاص فيما يخص المشروعات يعني تنظيمها بشكل إلكتروني أو مخاطبتكم أو تسعير من الناحية هذه؟ احنا نشوف وزارة التجارة تستخدم حاليا أحدث الأجهزة في فحص المعادن الثمينة. تمام ممتاز. ويختم أيضا بختم الليزر، ولكن أيضا عندنا خطوة قادمة إن شاء الله أنه راح يكون في تطوير آلي المواطن يستطيع يتأكد من السلعة هذه، وهو برنامج إن شاء الله قادم إن شاء الله راح يكون في الفترة القادمة. نعم. أنه راح يكون يستطيع تتبع القطعة هذه المواطن كمستهلك ممتاز. من وين اشتراه ومن منه، ولكن عفوا المقاطعة يعني المواطن يروح أو المستهلك أيا كان حاب أن يشتري قطعة، هالقطعة هذه لها مثلا باركود أو راح يكون نعم راح يكون لها يعني رمز، حتى هذه خطة وزارة التجارة فيبحث وراها تطلع من هل يطلعون الملاك أو يطلعون لا 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 هو يطلع مواصفات السلعة والباركود هذا متبع في كل السلعة صح تقرأ ويبين لك يبين لك كل شيء. نعم. المعدن جودته وعياره وين فحص بأي مكان هذه كلها طبعا. خطة وزارة التجارة. نعم. ممتاز ممتاز. اللي خلاكم تصدرون هذا النوع من القرارات يعني بشكل عام؟ واحد اولا يمكن هو موضوع اول شيء تطوير السوق هذا واحد هم وزير التجاره. نعم. اثنين زياده ثقه المستهلكين. ثلاثه تلبيه متطلبات دوليه وقوانين محليه. اهم شيء من برا يعني هو متطلبات دوليه. نعم. وقوانين محليه. انا قانون 106 لسنه. نعم. 2013 وهو قانون غسل الاموال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هذا أهم قانون حاليا نعمل عليه، وذاك أصدر قرار وزير التجارة اللي هو نظام السجل الإلكتروني. والسجل الإلكتروني هو مهم جدا، هذا ينظم العلاقة أمام يحقق متطلبات قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وأيضا 106 رقم 106 2013، وأيضا يحقق تطوير السوق نفسه في كل دول العالم اللي توجهنا للدول المتقدمة في هذا. لما تروح تشتري معدن ثمين أو أي شيء يسجل لك بياناتك فاتورة إلكترونية صح؟ صح. أنا هذا المطلوب، لا نريد شيء أكثر. يعني السؤال اللي هو أهم، لماذا كنا الفترة السابقة ولماذا نريد أن ننتقل؟ نعم. ماذا كنا ولا نريد أن ننتقل؟ الفاتورة اليدوية خلاص ضاعت وتضيع حقوق مواطنين فيها. أنا كنت على وشك أني أسألك هذا. إيه؟ السؤال لأن الآن أنت تقول خذ الفاتورة، أحد يحتفظ بفاتورة؟ أكون صريح معك يعني، والفاتورة يعني هي ورقة صغيرة أحتاج لملفات وأحتاج لأشياء أني أنا مثلا غرفة أرشيف حتى أني أنا أحتفظ فيهم. لكن المتعارف عليه عالميا أنا حط رقم تلفونك أو اسمك أو هذا أصلا أنت حميت ما قطعت أشجار بالغابة يعني على أساس أنك احتفظت بالأوراق ولا ان لك كل شيء موجود يعني كم هو يفترض ان 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 التاجر يحتفظ ببيانات المستهلكين لديه. اي يعني هذا مفروض وبالذات المعادن وبالذات المعادن الثمينه تخضع لقانون غسل الاموال وتخضع لرقابتها. صح. وهذا القرار لا يشمل فقط المعادن الثمينه فقط، ايضا يشمل الصرافه شركات التامين وشركات العقار. تمام تمام تمام. طيب فهل هناك توجه فإن على التاجر أن يكون واضع مثلا في الكمبيوتر أو جهاز أو صدر القرار الوزاري مش توجه يعني هو صدر القرار الوزاري وحن لو روح أي مكان أنا ما يحتاج إذا ضاعت الفاتورة اعتبارا من واحد واحد يجب أن يلتزم كل التجار في مجال تجارة المعادن الثمينة والمجوهرات في مجال الصرافة. نعم. وفي مجال شركات التأمين والوسطاء والوكلاء وفي مجال العقار بعمل نظام إلكتروني لتسجيل بيانات الأفراد والا لن يجدد لها ترخيص. ممتاز. انا هذا اللي كنت ابي اوصل له يعني في ناس ما تلتزم وممكن تدري كم تاجر مثلا عندك بالكويت يعني في المحال التجاريه هذه ولا ما اعتقد ان حتى يمكن ما هو تقليلا بشان العاملين فيه لكن وضع الكمبيوتر هو المشكله يجب ان ننتقل خلاص يعني المفروض لكن ان انت تدور على تبحث عن عماله رخيصه وتبحث عن اشياء يعني ما هي منو فينا ما يستخدم تليفون الحين؟ كل التليفونات الكل يستخدم كمبيوتر ما في حجة يعني لكن نحن مقبلين على تطوير كامل، نحن مقبلين على ارتباط بأسواق عالمية، يجب أن نحقق متطلبات هذه الأسواق. نعم. ومن ضمنها السجل الإلكتروني. ممتاز. طيب أستاذ الكريم هل وزارة التجارة تطلع على هذا السجل يعني كتدقيق؟ لا احنا لا لا احنا متطلبات قانون غسل الأموال تربى فيها، شكاوى مستهلكين يكون فيها، ولكن لا نطلع، هي أسرار خاصة بالتاجر. نعم. يطلب متى ما طلب منه يسلمها
فقط لكن أنا ما أشوف بيع وشراء هذا حقه، هذا اللي نحن نتكلم عن قانون ولا نتكلم عن وضع مزاجي يعني. تمام. القانون يلزم التاجر أن يحتفظ بالبيانات متى ما طلب منه يسلمها كاملة له. نعم. طيب ومتى راح يكون هذا القرار نافذ بإذن الله؟ اعتبارا من 1/1/2020. 1/1/2020. نعم. هذا راح يكون كل تاجر ملزم أن يركب النظام عنده ويلبي مطالب وزارة التجارة ويلبي مطالب أساسية في قانون غسل الأموال. طيب. في سؤال أخير أنا ودي حتى يعني كان يتردد في أذهاننا وإحنا قاعدين نعد الحلقة، حبينا أن نعرف يعني درج هذا السؤال اللي هو كثرة الرقابة تأثر على السوق. تعرف الأسواق متى ما قلت عليها الرقابة صار فيها دوران أكثر أكبر واستهلاك. أنا عارف أن هذا يعني كلام لكن أنا أعطيك وجهة النظر مختلفة يعني. فكثر ما زادت الرقابة يعني يصير في نوع من الانكماش لدى التاجر، السوق ما يتحرك، والسبب انه يقول في رقابه علي يعني. احنا وزاره التجاره ما تراقب، وزاره التجاره بقولها لك تتفرج تطالع. قله الرقابه تضيع الحقوق. وايضا كثره الرقابه يعني احنا وسط ماسكين، متى نتدخل؟ عندما نشوف ان تجاوز على المستهلك نتدخل، تجاوز على قوانين نتدخل، ولكن السوق ماشي. من يقول ان هذه القرارات تعيق عملهم هذا الكلام مو صحيح. والدليل ان هناك شركات تعمل بهذه الانظمه منذ سنوات موجوده في السوق الكويتي. ممتاز ممتاز. لذلك انا اهم شيء عندي كوزاره التجاره حمايه المستهلك وثقته، والثانيه هي تطبيق قانون القوانين. القوانين والعقوبات هل هي يعني مؤثره؟ ولا يعني مثلا انت والله اعطيك غرامه 50 دينار وتكون يعني انا ما ابي اقولها، لكن من تعاقب او تم ضبطه يعرف عقوبته في التجاره يعني. وبالذات قانون غسل الاموال لا عقوباته كبيره يعني. انا شاكر لك استاذي محمد العنزي الوكيل المساعد للشؤون الفنيه وتنميه التجاره في وزاره التجاره والصناعه، شكرا لك على هذا اللقاء، اعطيتنا معلومات كثيره وقواكم الله. كذلك يعني شفنا ان هناك يعني تركيز كبير على المستهلك الكويتي والسوق الكويتي انه يطلع بافضل وجه وافضل يعني بيئه مناسبه للتجار يعني سواء من الكويت او حتى خارج الكويت. نعم، اشكركم على الاستضافه واقول احنا وزاره التجاره انها تعمل لايجاد سوق امن، ايجاد سوق منتظم، ايجاد سوق يكس ثقه المستهلك فيه عاليه. شكرا لكم. وهذا هم مع الوزير والستاف اللي حط قواكم الله، والوزير جهوده واضحه وانتم الجنود يعني ما قصرتوا صراحه. قاعد يعني نشوف ان السوق متغير ووصلنا حتى الى العالميه، وشفنا ان الاسواق الثانيه تمدح الذهب الكويتي واحنا نمدحكم باذن الله والقادم اجمل ان شاء الله. شكرا لك استاذ المشاهدين، حفظ الله ورعايته وفي امان الله.